مثل الشيخ حمدي، كان الشيخ حمدي يقول ما أحد آذاني إلا وربي دمره، هيك يقول أبدا. هذا الذي آذاه في المزرعة ملاصق لمزرعة شيخ نزيه الله يرضى عنه أبو الأمين، في واحد زنديق أبدا، وهدلول الزنادقة إذا رأوا أو عرفوا أن هناك من يسمعهم من أهل الصلاح بصير بده يسب الدياني وبده يسب النبي عسى، هيك الشيطان هكذا يوسوس. فجعل يسب الدين، قال يا رب خيلك نحن جايين هون نسبح ونحمدك وسبحك، وين هذا الحياة عاد يسب؟ خلصنا منه. طلع ذاك المزرعة جاء واحد مسدس ضربه بس ما مات. يلا جاء مرة ثانية عناد، ثم سب الدين مرة ثانية، قال يا رب خلصنا منه. قال لي والله رجعت إلى البيت، بعد ما رجعت إلى البيت فإذا سمعت بصوت قوي انفجار. فتحنا التلفزيون بعد مدة، قال والله انفجار صار في مزرعة فلان ذاك الزنديق، قتلته وقتلت من فز مزرعة ودمرت المزرعة. لكن العجب العجاب، قال إلى الآن لا الأمن ولا البلدية، إلى الآن منذ أكثر من 10 سنين يبحثون عن سبب الانفجار ما عرفوا، إنه إسرائيلية خابطة ولا من أين ذاك ما عرف. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، أبدا قد أذنته بالحرب. ما قلت لك لا بلش بقى شيخ يترغل الشيخ مازين، ذكرني بالقصص. إيه نعم يا ولدي الوقت ضاق، نقرأ. ذكرني بالشيخ علي الفروجي ما كان في المطار أيام في التسعينيات، قال لي السيناريو واحد ما حصل في بلادكم جرى مثله في بلادنا في التسعينيات، وهو في المطار جاء واحد من الظلمة وضع المسدس في 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 لحيته. هلا هو ما حدا عم يمنعك من 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 إطلاق اللحية، وأنت كثير من الناس ابن 70 سنة عم ينجر لحيته، لك اتركها لغير المسلمين أطلقوا لحاهم، ولسه أنت قاعد عم تنفخ خدودك وتنجر ب... وضع المسدس في لحيته، قال له انزعها، قال له لا انزعها. بعدين هدده، كون ما الله أنت، لك إن كنت معه كانت معك القوة التي لا تغلب، أو آوي إلى ركنين شديد. قال له إن استطعت أن تنزعها أنت فانزعها. تركه. في اليوم الثاني سافر، جاء هذا الضابط يعتذر منه، جاءه بأموال عمل الصعبة فرنجات فرنسية، قال له خذها استعين بها. قال له لا حاجة لي بها. قال له البارحة وقع لي بلاء عظيم في البيت، من عاد لي وليا قد أذنته. كذلك هذا الضابط الذي هم بضرب الشيخ علي الفروجي أبدا، قال لي والله رفع هكذا شمر طويل عريض وهم بضربه وسب القرآن الكريم. قال لي بعد ما سب القرآن دار هكذا دور هكذا وقع في الأرض. أنا هون عرفت، قلت له توجهت عليه بسم الله الأعظم فقال نعم، فعرفت أنه كل مسألة يقول هي إلى ورد وهي إلى ورد، شو طلع الورد؟ الاسم الأعظم. قال لي لا نعم. قال لي أغمي عليه ساعتين ثم قام يعتذر مني، قلت له اعتذر من الله، جدد إسلامك. قلت انتهت عقوبته بهذا؟ قال لا. في اليوم الثاني دخل عليه رجل وضع مسدس في رأسي وقتله خلف مكتبه. هذا أول ما جاء سأل الضابط الذي قبله، قال له هل جئت بهذا إمام هذا الجامعة الشيخ علي؟ يعني جئت وضربته كما حصل في بلادنا. قال له هل جئت به؟ قال لا. وقال كلمة، قال لأنه يعلم، لأنه إيه يعلم أنه ما استدعى. فأنا شدة حبي بالشيخ علي كان الله يفهمني هيك بعض الأشياء، قلت له نعلم لأنه يعلم ولايتك، خاف أن ما استدعى لأنه إيه يعلم. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. الله. قال فكذلك فاطر السماوات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ. اسمعوا إلى هذا الكلام،
واحد قال عتب علي قال ليش بتجيب سيرة الشيخ علي فاروجي والشيخ حمدي عرابي كتير بالدرس؟ عم اتكلم عن الاولياء والصديقين، بدي اجيب سيرة عكروت مثل حكايتك انت تعترض على الاولياء؟ سيرتك بتهرب الخشوع والروحانية كلها. عم نجيب شواهد، عم نحكي عن الصديقين او احوالهم، بنجيب شواهد من الصديقين من عكاريت كلاب هؤلاء الزمان الذين يريدون الدنيا ويريدون الجاهات بعلمهم ويلبسون في الفتاوى ويأتون بأشياء ضلوا وأضلوا. قال يا عم جيب سير الشيخ علي، سمعت السماع والله عجب. الله لا يعمينا قلب، والله هذا القلب إذا خرب وامتلأ بالكلاب ينفر من ذكر الصديقين. هو هذا نفسه اللي عم يعترض. شو سيدي بيقعد مع عكاريت الزمان بيعظمهم بيجلون. يا سيدي ويا سيدي، والله والله يطولنا بعمرك، يا الله اصف عمرك وعمره سوا. واحد ظالم تقول له الله يطول بعمرك، شوف عم الشيخ مازي له الله يطولنا بعمرك، لك هذا في نفع للأمة. اما واحد تعرفه ظالما ايه ابدا، والله انا رايد والله اعرض عن المشايخ وصار ينافق مع واحد شو زي من الظالمين، والضحكه هيك والمؤانسة كلها، وما التفت إلى إخوانه يدارسوا يوم ما التفت. عيفنا عيفنا، ولا تورط إخوانك أنت، فهمت؟ لا تورط إخوانك. تعرف هذا الرجل يمقت الظلم والظالمين، ممكن تعزمه وتحطه مع ظالم، هذا تعذيب له، مو وليمة، هاي إهانة له، هذه إهانة تضعه مع غير جنسي. ها لأنك شحيح بخيل، إنه والله صارت وصارت عزيمة واحدة بيعزم فيها شو سيدي أتباع سيدنا موسى وفرعون وهامان. الله عجب، هيك الناس بتساوي. أما روح تعلم عن شيخ زويرنا فلي، الله يرضى عنه بعلمك. إذا دعوت الصالحين أصدقائك في المسجد، لا تعزم أصحابك في العسكرية بيفضحوك هذول أصحابك في المسجد، ما بيعرفوك إلا الشيخ فلان ويا سيدي. جيب صاحبك عسكري ابدا، انت وقاعد امامك كل اللي بتذكر لما الضابط شلح البوط وصار يضربك على راسك. لك شو حكاك فضع، عمل له فضائح. مو الحال انت ليه جمعت هذا مع هذا؟ خبرة حياة. ذلك شيخنا كان لما قال له رجل اريد ان ادعوك دعوة وليمة تسر بها، قال انا انتقي المدعوين انا انت. لما قال أتدرون أنتم مسرورون، كنا بخدمتي في أم الطيور على البحر، قلت نعم، قال تدرون لماذا؟ قلت أننا بخدمتكم، قال لا نعم مسرورون لأنه لا يوجد في جلستنا ثقيل دم. ثقيل دم لا تعزمه، والله أحرجنا به، خرب لك كل القصة. قال أحرجنا وجبنا مثل اللي جاب شو سيدي العسل، وبعدين قال أحرجنا بأنية خل انكتت فوق العسل، خربت الشغل كله. لا اعتذر منه، اعتذر منه، يعني عجب أنت لعقلك الآن، استحييت من واحد لا يستحي منه وعكرت قلوب الحاضرين كلها. ندموا لماذا جاءوا، إن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل.